One negative and two positive charges are located as shown in the figure. Charge Q1 plus 3 nanocoulomb is on the x-axis at x equals 0.8 meter, اللي هي المسافة من هنا لغاية هنا. Charge Q2 is at the origin. Charge Q3 minus 4 nanocoulomb is on the x-axis at x equals minus 0.5 meter, the Q3. يبقى المسافات هنا 0.8 وهنا 0.5 متر و 0.5 متر الحته دي. بيقول calculate the electric potential at point P due to charge Q1 مره ومره Q2 ومره Q3, وبعدين عايز النت electric potential at point P, يعني كلهم على بعض. واحنا عارفين ان ال V عبارة عن مجموع ال K في ال Q على ال R. بالنسبة charge 1, charge 2, charge 3, وبعدين ال D كلهم مع بعض. ال V نتيجة Q1 نسميه V1 هيساوي 9 في 10 أس 9 ال Q بلس 3 في 10 أس سالب 9 لأنها نانو على المسافة من هنا لغاية هنا اللي هي الجذر التربيع ال 0.8 تربيع مع 0.5 تربيع 0.8 سكوير زائد 0.5 سكوير يساوي 9 تروح مع السالب 9 يبقى 9 في 3 ب 27 تقسيم جذر التربيع 0.8 سكوير مع 0.5 سكوير 28.6 فولت. V نتيجة تشارج 2 9 في 10 أس 9 Q 2 ب 5 10 سالب 9 على المسافة دي اللي هي 0.5 برضو 9 تروح مع السالب 7 9 في 5 5 على نص ب 10 10 في 9 ب 90 فولت. ال V3 9 في 10 أس 9 للتشارج ماينس 4 طبعا نحط بالإشارة في 10 سالب 9 على المسافة اللي هي نص مع نص تربيع تربيع يساوي برضو 9 تروح مع السالب 9 بقى سالب 36 على 0.5 جذر 2 اداني ماينس 50.9 فولت. الدي طبعا قلنا القانون الفي نت اللي هو سيجما ال V هجمع ده مع 90 مع 28.6 اداني اجمالي 67.7 فولت. وطبعا بوزيتيف احنا بنجمع بالاشارات لان بنحط الشحنة باشارتها. Suppose that from A اللي هي عند ال origin to B اللي هي عند 3 meter the electric field is uniform and given by 400 و 0 و 0. طبعا احنا يهمنا اتجاه ال X لان الفرق في ال space displacement بس باتجاه ال X ما فيش فرق في اتجاه ال Y لا من ال A لل B ولا من ال B لل C. فيهمنا ال EX اللي هو 400 component ال EX and from B اللي هي عند 3 meter to C اللي هي عند 5 meter ال E 1500 و0 يهمني طبعا ال 1000 لان دي في اتجاه ال X component اتجاه ال Y ما فيش فرق بين ال C وال A اللي هو عايز ال delta V بينهم في اتجاه ال Y. بيقول لي what is the potential difference VC ناقص VA يعني delta V في اتجاه
اللي هو سي ناقص اي اكس هيساوي ماينس سيجما الاي في الدلتا اكس، وبالتالي ماينس هنا في 400 كومبوننت، والفرق بي ناقص اي طبعا ده زيرو في 3، زائد من هنا لهنا الفرق 1000 اللي هو الاكس كومبوننت، وفي الدلتا اكس 5 ناقص 3 2، يبقى دي 3 ناقص 0، وهنا 5 ناقص 3، يبقى ماينس 1200 و 1000 دول على بعض 3200، يبقى ماينس 3200 فولت. يعني ال A أكثر من ال C ب 3200 فولت، ال C أقل من ال A ب 3200 فولت. طبعا الكتريك فيلد ماشي من ال A لل C، وبالتالي ال A أعلى من ال C، فلازم C ناقص A تطلع نيجاتيف. Suppose that from A 0 0 0 to B 4 مع 0 مع 0 the electric field is uniform and given by 400 مع 0 مع 0 نيوتن بير كولوم، and from B مديني الكوردينيتس بتاعتها to C 6 مع 0 مع 0 the electric field is uniform and given by 450 450 مع 0 نيوتن بير كولوم. في البارت A عايز calculate the electric potential difference delta V A B minus E بين ال A وال B dot DL A B يساوي minus 400 مع 0 مع 0 dot ال B ناقص A 4 ناقص 0 4 مع صفر وصفر، يعني الفرق 1600 فولت، يعني بي أقل من A ب 1600 فولت، أو ممكن نقول A أكثر من البي، الفرق بينهم 1600 فولت، لأن الإلكتريك فيلد ماشي من الA للبي، يبقى لازم الA أعلى من البي، يعني بي ناقص A يطلع لازم سالب. نفس الشيء بين البي والسي، عايز دلتا في بي سي، طبعا القيمة دي ده سكيلر والحاصل دوت برودكت سكيلر برضو، فماينس اي بين البي والسي مع دي ال بي سي، كل واحد في دول فيكتور ولكن الدوت برودكت بيديني سكيلر، فماينس 650 مع 450 مع 0 دوت البي ناقص السي 2 مع صفر مع صفر يساوي ماينس 1300 450 في صفر بصفر زائد صفر يديني ماينس 1300 فولت. في البارت سي بيقول لي كالكليت دي الكتريك بوتنشال ديفرنس بين الاي والسي، يعني السي ناقص ايه دلتا في اي سي هي دلتا في من الاي للبي زائد الدلتا في من البي للسي، يعني الالكتريك فيلد بيتغير، مقدرش اعمل اقول اي دوت دي ال اي سي، لان الالكتريك فيلد بيتغير من الاي للبي عن البي للسي، يساوي ماينس 1600 زائد ماينس 1300 يديني ماينس 2900 فولت. آخر بارت بيقول what is the change in electric potential energy if أو of the system if a proton moves from A to C، كان عايز ال U أو الدلتا U اللي هي هتساوي الكيو اعتبر هو موجب او سالب نحطه بشرطه في الدلتا في من الاي للسي، الكيو للبروتون 1.6
10 سالب 19 ال في سالب 2900، فنقول بالآلة طلع ماينس 4.64 في 10 أس سالب 16 جول. In the figure, location A and C are inside a charged metal block and location B is outside the block. The electric field outside the block is minus 600 volt per meter. Consider a path from C to A along this path. What is the change in electric potential? مفيش أي electric field جوه، وبالتالي الدلتا C ل A هتساوي minus ال E C A dot R C A. طبعا ده صفر وبالتالي الجواب زيرو، مفيش أي إلكتريك فيلد داخل المتر. بيقول consider a path from A to B along this path. What is the change in the electric potential? Delta A B يعني B ناقص A، delta V اللي هو minus E A B dot R A B، وبالتالي minus هنا زيرو dot point O four مع صفر وصفر، طبعا كل دي صفر، زائد minus 600 مع صفر مع صفر دوت من هنا لهنا بوينت او تو مع صفر وصفر يساوي ماينس 600 في بوينت او تو ماينس 12 مع ماينس يبقى بلس 12 فولت. معنى كده ان البي معنى كده ان ال VB ناقص ال VA تساوي 12 فولت، يعني ال VB اكبر من ال VA، وطبعا ده لوجيكلي لان الالكتريك فيلد ماشي من الاعلى فولت للاقل فولت. بيقول لي deduce static that change in electric potential for a path from C to B. الدلتا V من ال C لل B هتساوي الدلتا V من ال C لل A زائد الدلتا في من ال A لل B. معنى كده الحتة دي بصفر، ومن ال A لل B قلنا 12 فولت، معنى كده ان الفولت من C لل B، ال B اعلى من ال C ب 12 فولت، نفسها بالظبط من B ل A على اي نقطة على الخط ده نفس الشيء، مش هيفرق، لكن كل ما اقرب كده طبعا المسافه دي لا جوه المتر مش برضه مش هتفرق، من اول هنا يبدا يفرق، يعني كل المتر جوه ما يفرقش خالص. ليه؟ لان سواء مفيش اي الكتريك فيلد راسي ومفيش اي الكتريك فيلد افقي، يبدا يفرق اول ما يطلع بره على الخط ده، كل ما يقرب الكتريك فيلد الفرق يقل، لكن على الخطوط الراسيه مفيش اي فرق، هيفضل الفرق بين بي واي نقطه على على هنا على الخط النقط ده، الرأس كله نفس الشيء. In the figure, location A and C are inside a charged metal block and location B is outside the block. The electric field outside the block is E بتساوي minus، لأني ماشي يسار كده الاتجاه البوزيتيف 500 مع 0 مع 0. Consider a path from B to A، مش A to B، B to A يعني عايز ال VA ناقص VB.
Along this path, what is the change in electric potential? احنا الطبيعي نحسب B ناقص A يمين ناقص يسار، فالدلتا V اللي هي AB أو يعني VB ناقص VA ده اللي احنا بنجيبه، وبعدين نعكس إشارة بيساوي ماينس سيجما E دوت الدلتا R، وبالتالي هيساوي ماينس دوت. انا بجيب B ناقص A مش A ناقص B، ال E هنا صفر في الجزء ده ميتال، ده ميتال مفيش الكتريك فيلد، زائد ماينس 500 دوت من هنا لهنا 0.02 وزيرو وزيرو، هيساوي ماينس 500.02 ماينس 10 في ماينس يبقى بلس 10 فولت. الكلام ده A ناقص B، إذن دلتا V بي A يعني ال V B ال V A بقى احنا هنا من A ل B يعني B ناقص A، هنا من B ل A يعني V A ناقص V B بيساوي عكس الكلام ده يبقى ماينس 10. ايه معنى كده؟ ان ال A اقل من ال B بعشرة. هنا معناها ايه؟ ان ال B اكثر من ال A بعشرة، وبالتالي الالكتريك فيلد ماشي من الاعلى للاقل، B اعلى من ال A بعشرة، وعايز من ال B لل A. فمن ال B لل A عمالة تقل ولا تزيد؟ بتقل. ال B اعلى، فمن ال B لل A يبقى عمال يقل فهو ماينس 10. Consider a path from A to C. Along this path, what is the change electric field? Delta V من ال A لل C بيساوي sigma E dot delta R. طبعا يساوي كام؟ مفيش أي electric field inside، وبالتالي zero. Deduce the change electric field for a path from B to C. الدلتا V من ال B لل C عبارة عن ايه؟ الدلتا V من ال B لل A زائد الدلتا V من ال A لل C، ده صفر وده ماينس 10، يديني ماينس 10 فولت. معنى كده من ال B لل A بيقل 10 فولت، ومن ال B لل C نفس الشيء بيقل 10 فولت. In figure, location A is inside a charged metal block and location B is outside the block. The metal block sits on an insulating surface and is not in contact with any other object. The electric field outside the block is minus 50 مع 0 مع 0. Calculate delta V along the path from going from A to B. يعني عايز delta V B ناقص A رايح من ال A، من ال A لل B يبقى B ناقص A اللي هو ماينس E، طبعا كلهم في اتجاه الإكس، في الدلتا إكس B ناقص A نفس ده، يبقى ماينس ال E بماينس 50 كومبوننت الإكس، والدلتا إكس B ناقص A اللي هي 0.02. طبعا هو ده B ناقص نقول C مثلا. ليه؟ لان من ال A لل C مفيش اي electric field، وبالتالي احنا ناخد بس المنطقة اللي فيها electric field. طبعا B ناقص A، هنا هقول B ناقص A وبعدين هشطب عليها كده اهو، واقول B ناقص C. ليه؟ لأن مفيش إلكتريك فيلد من الـ A للـ B. أو ممكن أقسمها الاتنين، هتشوف دلوقتي هعمل إيه. هقول ماينس ماينس يبقى بلس،
50 في بوينت او 2 يعني 1 فولت. ممكن اقول كده اور اقول الدلتا من البي للاي هتساوي ماينس اي اكس من الاي للسي في الدلتا اكس سي ناقص اي زائد الاي اكس المرة دي من السي للبي في الدلتا اكس بي ناقص سي. الدلتا اكس من السي للاي زي ما احنا شايفين على رسم بوينت او 4 وهنا بوينت او 2 من السي للبي ماينس 50 من الاي للسي 0. طبعا ده مثال مفيش الكتريك فيلد جواه، كل الشحنه هنا بره تكون على الاوتر سيرفيس وبالتالي مفيش الكتريك فيلد جواه ومفيش زي ما احنا شايفين الالكتريك فيلد بس في الجزء اللي بره. الحته دي صفر هيرجع تاني نفس الجواب بتاع اللي هو ماينس في ماينس في 50 في بوينت او 2 يعني 1 فولت. ده بارت اي. في البارت بي كالكليت دلتا بي الونج اباث جوينج العكس بقى من بي للاي، احنا قلنا من الاي للبي 1 فولت يعني بي ناقص اي. دلوقتي دلتا في هو عايز يتحرك من البي للاي يعني اي ناقص بي، بالتالي عكس الكلام ده يعني ماينس 1 فولت. تعالوا نفسر يعني ايه 1 يعني ايه ماينس 1. 1 فولت يعني البي اعلى من الاي لان احنا قلنا بي ناقص اي ب 1 فولت، وطبعا ده يتناسب مع ان خطوط الالكتريك فيلد ماشيه من البي للاي، الالكتريك فيلد يمشي من اللي فولته اعلى للفولته اقل، الفرق بينهم 1 فولت، وبالتالي طبعا العكس من سي لبي هيكون ماينس 1 فولت، او من الاي للبي لان احنا اتفقنا الحته دي ما فيهاش الكتريك فيلد. فلو سأل من ال A لل B أو من السي لل B نفس الشيء، ولو سأل من ال B لل A أو من ال B لل C برضه نفس الجواب.